مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة. نتناول انتخابات نقابة المهندسين في الأراضي الفلسطينية والتنافس الحاد بين القوائم، والحديث من حركة فتح بأنها فازت في هذه الانتخابات، بالإضافة إلى حوزة المعارضين لحركة فتح على نقيب المهندسين هنا في الأراضي الفلسطينية. للحديث أيضا أعمق في عمل نقابة المهندسين وأهميتها في الأراضي الفلسطينية، هي خاصة أن الانتخابات تأتي في ظرف سياسي حساس للغاية بعد إلغاء انتخابات المجلس التشريعي ومقتل المعارض نزار بنات، والذي قرئ بأنه محاسبة للسلطة الفلسطينية. نرحب بك المهندسة نادية حبش، أهلا وسهلا بك. كما نرحب أيضا بيزن مصباح جبر، أهلا وسهلا بك. نبدأ معك نقيبة المهندسين الجديدة. كما تعلمين بأن الساحة الفلسطينية، على الرغم من أن الانتخابات تتعلق بقطاعية مهنية، لكن أيضا تدخل السياسة في عالم قراءة المشهد الانتخابي. حركة فتح أصرت في الأيام التي مضت بأنها كانت الفائز الحقيقي في هذه الانتخابات، والمعارضون التي يعني تمثلينهم الآن على رأس النقابة، قلتم أيضا بأنكم حققتم انتصارا وازنا. ما بين الانتصار والهزيمة، كيف تقعدين شكل النقابة ما بين معارض وموالاة؟ نعم، أشكرك على هذا السؤال، ولكن أود بس تصحيح عبارة أنت ذكرتها، قلت المعارضين الذين تمثلينهم. أنا الآن بعد الانتخابات أمثل الجميع، أمثل كافة المهندسين والمهندسات المنتسبين للنقابة. هذه فقط نقطة على الهامش حتى أفهم صح. ولكن فيما يتعلق بالسؤال، أنه خلال الفترة الانتخابية وقراءة النتائج، في الواقع الانتصار هو للنقابة نفسها، للعملية الانتخابية. ممارسة الحق الديمقراطي في الانتخاب هو نصر بحد ذاته، ونحن نعاني أصلا في المجتمع الفلسطيني من حجب هذا الحق عن المواطنين، سواء بانتخابات الهيئات المحلية، سواء بالانتخابات التشريعية والرئاسية. فإذا ممارسة هذا الحق هو انتصار للديمقراطية في فلسطين. يعني هذا من جانب. من جانب آخر، في التعليق على من الفائز في هذه الانتخابات، الفائز هي النقابة، نقابة المهندسين هي الفائز. ولكن إذا أجينا نحكي على الأصوات وعدد الممثلين في المجلس، تحالفنا نحن في قائمة العزم مع القوائم في التي خاضت الانتخابات في الفروع، تحالفنا من خلال تحالفنا حصلنا 5 مقاعد، منها النقيب، أمين الصندوق، رئاسة فرع القدس، نابلس وجنين. والقائمة كتلة المهندس الفلسطيني حصلت 10 مقاعد، هي رئاسة فروع طول كرم، قلقيلية، طوباس، سلفيت، أريحة، بيت لحم، وين كمان، ومنصب أمين السر، ومنصب نائب النقيب. طبعا بعدها جرى في تزكية، كان ما كان في انتخابات، في موقع. نعم، في مناطق كان فيها تزكية. وهون أود التوضيح أيضا أن الأوزان تختلف. يعني فرع طوباس عدد المهندسين فيه لا يقارن بفرع نابلس مثلا، فرع سلفيت لا يقارن بفرع رام الله. فإذا إحنا ليش إحنا حاسين بنشوة الانتصار في هذه النتائج؟ لأنه إحنا حققنا نتائج تعكس يعني تعكس ميل الهيئة العامة باتجاه من طرح نفسه للتغيير، من طرح نفسه لحرية التعبير عن الرأي، من طرح نفسه أنه سيقدم برامج جديدة وسيتصدى لكل هموم هذا القطاع. فإذا إحنا يعني بنحكي إحنا بنعكس هذا القطاع الكبير، وهذا هو النصر. يعني من خارج حركة فتح، من خارج حركة فتح، تكونين أنت نقيبة متفردة في السنوات الماضية، أليس نعم كذلك؟ نعم نعم صحيح. نعم، هذا الاستدلال. يعني ممكن نقول من عام
صحيح يعني صعب. انا بقدر اقول من بعد نعم من بعد مفيد النابلسي 2006 2008 كان في تحالف مع المهندس مروان جمعه كان نازل ضد فتح 2006 2008. بعد مروان جمعه يعني كل الوقت كتله المهندس الفلسطيني التي كانت تتولى الرئاسه. هناك تصريح لافت كان لشبكه قدس وايضا لوسائل اعلاميه اخرى حضر اسم المعارض نزار بنات في عمليه الحديث عن النتائج و المواقف السياسية. المهندس الفلسطيني كما أشرت تحدث ببعد كبير في البعد النقابي، لكن أيضا هو في الحالة الفلسطينية تحدث بالبعد السياسي. كم أثرت الحالة السياسية سواء بمقتل المعارض نزار بنات، الانكفاء عن الانتخابات التشريعية، كم أثر على بيئة التنافس في أروقة العمل على الأقل الحوز للمعارضة على منصب النقيب؟ بالتأكيد أثر. لجم الحريات، لجم حرية التعبير عن الرأي، هذا مش موضوع بسيط، هذا موضوع هناك غليان في الشارع الفلسطيني نتاج قمع حريات التعبير عن الرأي. وبالتالي هذا الإنجاز، هذه النتائج إنما جاءت لتعبر على أنه بالآخر الضغط يولد الانفجار. نعم، وهي نتائج طبيعية للحالة الفلسطينية التي تسود الشارع. يعني أي محلل سياسي يفترض أنه يوصل لهذه النتيجة، الضغط يولد الانفجار. وبالتالي أنا بعتقد أنه كانت الانتخابات والإدلاء بالصوت من خلال صندوق الانتخابات كانت الطريقة التي عبر بها المهندسون والمهندسات عن موقفهم، عبروا ليس من خلال الكلمة ولكن عبروا من خلال الصوت، أننا نريد التغيير، أننا لا نريد نقابة تتماهى مع السلطة، نريد نقابة تحصل لنا حقوقنا من السلطة. وهذا هو الأمر الطبيعي، النقابات هي وجدت لتحصيل الحقوق، شكلت لتحصيل الحقوق. وبالتالي لا يجوز ولا غير مقبول ولن يقبل على الهيئة العامة مهما تم تخديرها بأي أسلوب، لن يقبل أن يبقى الوضع مستمر بأن تكون النقابة غير ذلك. وهذا ما سأخذه للرئيس فرع نقابة نابلس. أهلا بك يزن مرة أخرى. نابلس من المدن العريقة، النقابة هناك أو فرع النقابة يوازي يعني في كمركز الإدارة العامة، وعدد المهندسين فيها كبير. أنتم كجيل شاب حققتم حضورا باكتساح، يعني سكرتوا النقابة كما يقال في لغة الأرقام. ما الذي جعل الجمهور العام في نابلس تحديدا يختار قائمة العزل؟ ما هي المفردات التي التألف في نابلس؟ التألف. نعم، ما الذي يعني جعل المهندس يذهب بهذا الاتجاه؟ يسعد مساك ويسعد اوقاتك اخي علاء من المستمعين. كنت احكي عن موضوع اللي حكيته المهندس نادي وحكيت تفضلت فيه انت. حجم نابلس تشكل 24% من الهيئه العامه في الضفه الغربيه، يعني عدد المهندسين 4600 مهندس في نابلس، فهذا بتمثل حجم كبير للنقابه، وهي المؤشر الاكبر بيكون في نابلس عاده. يعني الثلث 24%. 24%. طبعا احنا تشكلنا قائمة التألف الهندسي تحالف شبابي عريض، مهني عريض، معدل اعمار القائمة عندنا 38 سنة، مشهود لهم يعني بالعمل العام مجربين، بالعمل المهني ناجحين، في توليفة كانت متكافئة بكل الفرص، معنا مهندسات، معنا مهندسين، معنا ناس بالقطاع الخاص شغالين، ناس في امورهم ناجحين في الشغل تبعهم، فهذا اتوقع علاقة استحسان وقبول عند جمهور المهندسين في نابلس. لمسنا الرغبة الجامحة في التغيير في مهندسين نابلس. أنا صراحة ولا أخفي سرا إن قلت لم أكن متفاجئ من النتيجة، أن نفوز 7 من 7، مع أن هاي بجوز نادر أنها تحدث في نقابة المهندسين، وفرع يكون في منافسة وثلاث قوائم إنه قائمة تحصد كل الأصوات، خصوصا في نابلس. نابلس معروفة دائما هي جبل النار، فهي جبل النار في كل شيء، في الانتخابات، في كل أمور، هي جبل النار، دائما تكون أمورها حامية في نابلس. فكان صعب جدا يحكي لك إنه قائمة تحصد كل الأصوات. أنا كنت متوقع وحكيت للزملاء في قائمة التألف الهندسي حاليا صاروا أعضاء لجنة فرع، قلت لهم مرتين ثلاثة إحنا ممكن ناخذ 7 مقاعد. كانت قراءتي للمشهد انه في رغبه بالتغيير، قدمنا اسماء مهنيه ناجحه جدا في مجالها، معروف عليهم الصدق، الامانه، مجربين في العمل العام تطوعيا، يعني معظم اللي اشتغلوا معنا حاليا في لجنه الفرع هلا حاليا كانوا شغالين في عمل تطوعي سابق في النقابه دون اي صفه نقابيه،
فالناس بتعرفهم، قريبين من الناس، قدموا مبادرات، قدموا طروحات للمهندسين، كانوا قريبين منهم، فهذا أتوقع كان شكل حافز. هل بيئة نابلس السياسية في الفترة الأخيرة ونحن ما بعد انتفاضة الأقصى والأوضاع التي شابت الشمال بشكل عام والإرباك الاجتماعي، حالة الفوضى جزئياً والتي انعكست بالضرورة على انتخابات البلديات، ولم تنجح قائمة حركة فتح بالتقدم لانتخابات بلدية نابلس، والآن نقابة المهندسين، الشكل العام في داخل نابلس هل هو محاسب للسلوك السياسي بشكل عام أم انحاز للمهنية في التصويت؟ يعني أين نسبة البعد المعارض وأين نسبة دعني أقول الحالة المهنية التي أشرت إليها؟ يعني صعب الواحد يفصل الحالتين عن بعض، ولكن في نسب كبيره للطرفين، يعني الطرفين لهم حازوا على نسبتين كبار، ممكن 60% 40% 50% 50%. اكيد يعني القائمه والقوائم المنافسه كلها تحمل قامات وكفاءات. انا احد منافسيني كرئاسه لجنه فرع نابلس كان نقيب مهندسين سابق، امين صندوق سابق في النقابه، رئيس اتحاد مقاولين، شخصيه اعتباريه وناجحه ومعروفه. المقابل الشخصيه الثانيه برضه نائب رئيس بلديه، رئيس مجلس اداره شركات، كان رئيس فرع لدورتين، شخصيات مرموقه وشخصيات كبيره وناجحه ومعروفه. ففي جانب بتحكي فيه تفضل فيه صحيح، في جانب يعني التأثير الأحداث الأخيرة على الناخب، بالإضافة للجانب المهني طبعا لهم اثنين وزنين كبار، يعني لا نقدر نغفل جانب عن جانب، الوزنين كبار للقضيتين اللي طرحتهم. حتى نخرج من القضية ونذهب إلى البعد المهني، سؤال مركز، يعني حاولت أن أقرأ كما أشارت الدكتورة في احتساب عدد الأصوات وما إلى ذلك، وحتى الساعة لم يخرج دراسة معمقة حول النتائج والميولات العامة للمهندسين، لكن قرأت في الأعوام السابقة في الانتخابات السابقة كم كانت تحوز حركة فتح سواء في المراكز العامة أو عدد الأصوات حتى في اللجان الفرعية. هل هناك فعلا تراجع حقيقي جذري لحركة فتح كما شخصتم أنتم، وتقدم للمعارضة في من حيث القيمة العددية للمصوتين؟ طبعا يعني الدورة الماضية 2018 فازت قائمة مهندس فلسطيني في 14 مقعد من أصل 15 مقعد، باستثناء جنين اللي كانت قائمة مستقلة بمعنى التام، كانت قائمة مهنية مستقلة لا تتبع لأي حدا، فهو كان 15. بينما هاي السنة قائمة مهندس فلسطيني تراجعت إلى 10 مقاعد، منهم 2 تم حسمهم بالتزكية بدون انتخاب، وزي ما حكيت مهندس النادي الأوزان مهمة، يعني معروف ثقة المهندسين نابلس الخليل رام الله بيمثلوا تقريبا يعني 80% من المهندسين، فهدول ثلاث مراكز مدن، يعني زي ما قال احد الفتحاويين اللي عايش برا وابن النقابه وكان نقابي متمرس، حكى تقاس نقابه مهندسين انتخابات نقابه مهندسين في موقعين، موقع نقيب مهندسين ورئيس لجنه فرع نابلس، والموقعين هدول خسرتهم قائمه مهندس فلسطين في هاي الانتخابات، لان نابلس لها ثقه كبيره في النقابه من حجم الاعداد وكميه الاعداد. هاي النقطه زي ما حكيت لك في تقدم واضح لقائمة العزم وقائمة القوائم المتحالفة معها، القوائم المهنية المتحالفة معها في الفروع، طبعا بتحوز 4 مقاعد من أصل 15. في الخليل الفرق كان 27 صوت بين قائمة الخليل الحر وقائمة المهندس الحر وقائمة المهندس الفلسطيني، بتحكي على تنافس شديد. المواقع الثانية كان في برضه تنافس شديد في المواقع، هذا الحكي ما كان موجود الدورة الماضية 2018. 2018 كان الفروقات كبيرة وكانت في يعني الفوز خلينا نحكي بأريحية، بينما هاي المرة انقلبت الآية. هلا المهندسه ناديه والمهندس الدكتور رياض عبد الكريم فازوا باصوات كبيره، فارق 500 600 صوت على منافسينهم، هذا يعتبر رقم كبير تقريبا 800 صوت. يعني احنا لسه بنحاول نحصر الارقام، نجمع الارقام، لان الارقام النهائيه لسه غير معتمده من وزير الاشغال. احنا ان شاء الله خلال يوم يومين راح يطلع معنا احصائيات وراح نزودكم فيها وقراءتنا للمشهد من ناحيه ارقام، بس بنحب نكون دقيقين، فبحكي لا بالعكس، يعني كان الحكي فوز، ممكن تفوز المهندسه ناديه ولا دكتور سامي، قديش الفروقات بيناتهم كانت النسب متفاوته، ما كان بيحكي يحسم من هذا راح يحسم وهذا راح يحسم، ولكن جاءت النتائج مفاجاه فعلا. كان الفوز مبكر للمهندسه ناديه، من ساعات الفرز الاولى بينت الامور رايحه باتجاه المهندسه ناديه، كذلك الامر في نابلس. انا باركوا ناس بعد ساعة ساعتين من الاقتراع، مع انه الاقتراع انتهى بعد 6 ساعات، كانت امور رايحة وين توجه الناخب من قراءة اول يعني 10-15-20% من الاصوات، كانت معروف توجه الناخب وين رايح. باش مهندسة نادية اذا صح التعبير، نعم صح التعبير، الحالة الفلسطينية كما اشرت مرتبكة، سنة النتائج بعد الارباك، يعني سنة العملية الديمقراطية في داخل النقابة، كيف يمكن أن نستفيد في الحالة الفلسطينية من هذا النموذج، خاصة نحن نماذجنا متصحرة، يعني أنت بتشاهدي في الأراضي الفلسطينية تندر عملية الانتخاب والتداول، عندنا أمناء العامين للفصائل بشكل عام يعني يبقون على
رأس الهرم السياسي. حتى الوجوه القيادية في الساحة الفلسطينية هي معروفة، يعني أنت إذا بدك تسمي 15 قيادي في 77 وبتسميهم في 2020 ترجعي نفس الأسماء بنفس الطريقة، إلا من غيبوا الاستشهاد أو الموت أو ما إلى ذلك. هذه السنة في العمل الانتخابي كيف يمكن أن تعطيها نموذجا في الساحة الفلسطينية لإعادة تحريك المياه الراكدة والتي أسنت للأسف في الواقع الفلسطيني؟ هناك ضرورة لفتح نقاش موسع في المجتمع الفلسطيني لطرح موضوع الحقوق الديمقراطية. الانتخاب هو حق ديمقراطي، والانتخاب بصورة بشكل شكلي، بمعنى يعني ترشح نفس الشخوص لنفس المناصب أو تدوير المناصب لنفس الشخوص، يعني اليوم بكون هذا هون بس بيصير بنزاح بيصير هذا، وهذا ما يحصل كمان في الوزارات في التشكيل الوزارية. هذا يجب نقاشه وفتح نقاش موسع في المجتمع للتوعية بأهمية عدم اعتبار هذا وكأنه هو الديفولت، يعني الحالة الافتراضية. نعم، فبالتالي ضرورة تحليل نتائج انتخابات نقابة المهندسين هذه لا شك أنه أنا متأكدة أن هناك العديدين من الباحثين في الشأن الديمقراطي، في الشأن السياسي، في الشأن النقابي المهني سيقوموا على تحليل هذه النتائج لاستخلاص العبر. هلأ النتائج المستخلصة والعبر المستخلصة حاليا أنه أنت لا تستطيع مصادرة حق المجتمع لفترة طويلة. في المجتمع سيصل في مرحلة معينة، أو المواطن سيصل في مرحلة معينة ويعلي الصوت، سيصل لمرحلة معينة وينفجر، وبالتالي هذا باعتقادي ما حصل، إنه اللحظة كانت مهيئة للتغيير. ولكن إذا أنت لم تحسن استغلال اللحظة بأنك أنت ترشح الشخوص المناسبة، الشخوص التي تلقى ثقة المواطن في الانتخابات العامة وثقة المهندسين، مثلا في حالة نقابة المهندسين، إذا أنت لم ترشح الشخوص المناسبة أنت تضيع على نفسك هذه اللحظة. وأعتقد أننا إحنا أحسننا التعامل مع هذه اللحظة باستغلال هذا الظرف الموضوعي الناضج للتغيير وترشيح قامات هندسية ونشطاء وشباب، وهذا مهم جدا من أجل تغيير الدماء في النقابة. أستاذة نادي، أنا شفت في تعليقات على أحد القنوات الرسمية لما طلعت النتائج الأولية وظهر اسمك وأنت مهندسة نادية، هكذا كتبوا، وأنا هنا يعني أتحفظ على ما كتب، يعني أتحفظ بالبعد الشخصي والأخلاقي وأيضا التعاطي، إنه كيف ست نادية يعني ذات التوجه اليساري متحالفة مع يزن ذات التوجه بالمرجعية الإسلامية، خلينا نقول، وكيف وفق التحالف حتى بالبعد العام، ووجدوا يعني تعليقات ساخرة إنه كيف الشيخ بتحالف مع اللي مش محجبة وكاريكاتير البطيخة، وكأنه المجتمع الفلسطيني في حالة فرز، يستهجن فلسطينيا انه نشوف نموذج قد تتحد في حالة الاختلاف، يعني يتفق الناس على الأهم ويتركون التفاصيل الأخرى في المنهجيات والعمل المشترك. انت كيف شفتي، بتوقع وصلك هذه التعليقات الساخرة، كيف شفتي هذه التعليقات ومن أي بوابة؟ سأخذ منك نصف دقيقة وليزن أيضا. أعتقد أن هذه التعليقات هي تعكس عدم نضج في تحليل الواقع، وعدم نضج في قراءة المشهد الفلسطيني. نحن لا نزال نعيش تحت احتلال، نحن لم نتحرر، وبالتالي تحالفاتنا أيضا يجب أن تبنى على أساس عريض وليس على أساس ضيق. تحالفاتنا الوطنية بشكل عام، فما بالك تحالفاتنا المهنية التي هي أقل صرامة يعني في التحالفات. إذن إحنا نتحالف على من أجل تحقيق
إنجازات وحقوق تمس القطاع الهندسي بشكل عام، وهذه لا يوجد فيها لون أخضر ولا لون أحمر، هذه تمس عموم المهندسين. وبالتالي أعتقد أن هذه التعليقات هي تنبع من نفسية فئوية، والفئوية سادت عنا في المجتمع الفلسطيني ولا تزال تسود للأسف، ونحن أعتقد أن تجاوزنا هاي الفئوية فيما هو في صالح الشأن العام وفي صالح قطاع المهندسين. وهذا سأسأل ليزن إذا سمحتي لي، العلمانيون بين قوسين الذين تحدثوا عن مسألة الديمقراطة منذ زمن، والذين تحدثوا عن انفتاح على الفئات، والذين لاموا على الأقل أصحاب المرجعيات الإسلامية بأنهم منغلقون، أنتوا غيرتوا لهم اللي غيروا؟ نحن ما غيرنا، احنا هذا ديدنا دائما، احنا منفتحين على الجميع، بنحب نعمل مع الجميع. السؤال اللي طرحته مش بعد الانتخابات، حتى قبل الانتخابات تم طرح نفس التساؤلات من ناس وازنين، انه كيف تحالفتوا انتم مع بعض؟ كان جوابنا ببساطه، احنا نوع المهنيه الحزبيه، يعني نوع المهنيه، لان احنا جايين نقدم برنامج مهني مطلوب ان نرفع في رفعه النقابه، نقدم شيء للمهندسين مع احترامنا لكل واحد خلفيته الفكريه والايديولوجيه، فاحنا جايين نعلو المهنيه الحزبيه، فكان هذا جوابنا الواضح والصريح، انه المهنيه تجمعنا، والمهنيه تحالف مهني عريض زي ما حكت المهندسة نادية، نحسن استغلال الفرصة، ونحن أحسننا استغلال الظرف. كان الظرف في المواتي أنك أنت بحاجة لناس شخصية نقابية أكاديمية قديرة مهنية مشهود لها بالعمل العام، معروفة نظيفة اليد المهندسة نادية حبش، اسم كبير في الضفة الغربية، فكان احنا أحسننا استغلال الفرصة وأحسننا اختيار الشخص، فكانت هذه النتيجة. وزي ما حكيت لك أمر، احنا علينا المهنية على الحزبية، وكنت لما أحكي هذا الجواب كلهم يحكوا لي كل احترام لهذا الجواب المنطقي، ما في جواب منطقي غير أنك تحكي إنه أنا للمهنية، احنا جايين هون نقاط مهندسين بالدرجة، ونختم زملائنا نقدم لهم أفضل ما لدينا، فكان المهنية هي التي تجمعنا ونلتزم جميعنا بالثوابت الوطنية، هاي نقطة مهمة كمان، هذا يجمعنا أيضا. طبعا طبعا. ما يعجبني مشاهدينا الكرام في انتخابات المهندسين جانبين، الجانب الأول صيغة التحالفات التي انبثقت في واقع عمل المهندسين، جمعت تيارات مختلفة وآراء مختلفة وشخصيات مختلفة، ثم التقت على المهنية كما قال الحاضرون، لكن الأهم هو استنتاج الواقع على قاعدة بأن السكون في الحالة الفلسطينية هي حالة خراب، والتجديد هو إعطاء الاعتبار لمسألة مهمة وغاية في الأهمية، بأن الدماء الجديدة يمكن أن تطرح الشيء الجديد. فاصل ونواصل. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد. للمهندس الفلسطيني خصوصية التعامل مع نقابته فيما تعلق بالحقوق والمستقبل والتقاعد وغيرها، تحدثنا في الجزء الأول في البعد السياسي والتحالفي بالإضافة إلى التنافسي في الواقع الفلسطيني، اليوم نتمم في هذه الحلقة الحديث بالبعد المهني. لكن قبل ذلك أستاذة نادية، احنا في الواقع الفلسطيني شاطرين في الانتخابات، يعني بنسوي انتخابات زي ما صار في 2007، وبعد ما نسوي الانتخابات مرات بنحسد حالنا، نقول هي شو طلعت النتيجة على غير ما نتوقع. هل تتوقعين سهولة عمل داخل النقابة ولا في عصف الدواليب؟ في الواقع أنا أتوقع سهولة عمل. سهولة. نعم. وذلك أمنية ولا معلومة؟ لا، معلومة. لأن ثقتي بالمهندسين الفائزين بعضوية مجلس النقابة هي ثقة عالية. جميعهم جاء ليمثل قاعدته في منطقته ويمثل هموم مهندسينه، فإذا إحنا نجتمع في ونتفق على هذه الهموم وعلى ضرورة معالجتها. قد نختلف في أسلوب المعالجة، وهذا الاختلاف صحي، وبالإمكان التوصل ل يعني اتفاق من خلال النقاش. لذلك لا أتوقع عصيف الدواليب، وإذا ما حصل أنا أعتقد أن لدي الحنكة والذكاء لتجنب هكذا وضع. يعني ما حدا قال لكم نرقصكم خمسي بلدي؟ انحكت وأنا قلت لهم مش معي هذا الحكي، أنا أبعد ما يكون عن الفئوية، وبالتالي أستطيع احتواء الجميع وأستطيع التوفيق ما بين الجميع لمصلحة المهندسين.
عندما نتحدث عن مصلحة المهندسين ولعلي على الأقل كعمل الصحفي ونذهب إلى مراكز التوظيف في الأراضي الفلسطينية عندما يعلن عن شواغر نجد مئات الطلبات لمهندسين عاطلين عن العمل. جرح المهندس كبير كما القطاعات الأخرى، لا أبواب عمل، نجدهم في الأعمال الحرة، نجدهم في قطاعات خدماتية متواجدين مبتعدين، نجدهم عمال داخل المستوطنات وفي داخل الكيان الصهيوني. كيف تفكرون الآن وأنت الآن على رأس النقابة على الرغم أنه ما استلمت، لكن على الأقل في برنامجك كيف يمكن أن نعطي كرامة للمهندس في هذه المرحلة، وكيف تفكرون في إبراز المهندس على البطالة اليوم، انتصار القطاع الهندسي على البطالة؟ موضوع خلق فرص عمل في هذا القطاع خاصة للجيل الشاب هذا هاجس عنا، وهذه نقطة أساسية على جدول أعمالنا، خلق فرص عمل للمهندسين في التخصصات المختلفة. هذا يتطلب جملة من الإجراءات وجملة من الخطط، تبدأ أولاً بتصويب وضع النقابة الداخلي، تعديل النظام بحيث تستوعب هذه التخصصات الجديدة والتي تعاني من البطالة أكثر من غيرها. نقابة المهندسين الأربعة أو الخمسة التخصصات الرئيسية الموجودة فيها هذه التخصصات منذ نشأتها حتى الآن، مدني، معماري، كهرباء، ميكانيك، كيماوي، ومعادن، وهناك تخصصات جديدة برزت. ماذا ستفعلون بها هذه؟ هناك تعديل على النظام الداخلي بحيث أنه أنت تعتبرها شعبة هندسية بحد ذاتها، وبالتالي تصوغ لها البرامج. نعم، بحاجة لتنسيق مع نقابة المهندسين الأردنية في هذه الجزئية. نعم نعم طبعا طبعا، هذا شيء، كل شيء يتعلق بالنظام، كل شيء يتعلق بالنظام بحاجة إلى دراسة قانونية طبعا قبل، يعني إحنا ما بنقدر نحكي هيك بالوساع خلينا أقول، ولكن أنا بقول إيش هي الاحتياج، يعني كيف إحنا بنفكر. هذا لا يمكن تغييره بجرة ألم، هذا بده تعديل في الأنظمة والقوانين، وتعديل الأنظمة والقوانين له قنواته الصحيحة، ونحن مثل ما قال يزن إحنا جزء أو تابعون لنقابة المهندسين الأردنيون مركز القدس إحنا، وهناك مركز عمان. فيما يتعلق بهذا الجانب هناك العديد من الأفكار بتشجيع هذا الجيل الشاب لعمل مشاريع ريادية. النقابة لديها المداخيل الكافية لتطرق هذا الباب، لتشجع الجيل الشاب على عمل مشاريع ريادية، بالإمكان دراسة كيفية تمويلها من خلال النقابة، لأنه زي ما قلت أنا النقابة دخلها يعني جيد، وبالإمكان إنها تطرق تطرق هذا الباب. هلأ بالإضافة لهيك أيضا فتح السوق المحلي للسوق الخارجي بتقديم الخدمات، يعني هذه بتحصل في كثير من الدول، وانت بتعرف انه الهند هي اكبر مقدم خدمات لقطاعات مختلفة. لكن ألا ترين انه هذا موضوع أستاذة نادية شائك؟ أنت تعلمين بأنه اللغط كبير على مشاريع التطبيع التي حدثت مؤخرا في الأراضي الفلسطينية، والذي زج فيها عديد من مهندسينا في الأراضي الفلسطينية، ولدينا قطاعات شركات فلسطينية معروفة هنا في الأراضي الفلسطينية تعمل مع الشركات الإسرائيلية، بل تشتري عقول الفلسطيني. نعم، وتبيعها خاصة في مجال الاي تي والكمبيوتر، وتبيعها للاحتلال. نعم، هذا الموضوع، قضايا التطبيع وقضايا الانفتاح على تطوير دخل المهندسين، هل تجدينه بسهولة في الأراضي الفلسطينية؟ هذا ليس دون قيود. موضوع التطبيع هناك خط أحمر، هناك خط أحمر، يعني إحنا مش عشان بدنا نوفر فرص عمل إحنا بنتخلى عن مبادئنا وبنتخلى عن ثوابتنا الوطنية. التطبيع جريمة ونقطة وسطر جديد، يعني لا أتكلم عن شيء له علاقة بالتطبيع، وأنا بحكي عن الانفتاح للسوق الخارجي. طبعاً السوق الخارجي بما لا يتعارض مع ثوابتنا الفلسطينية. ولدينا سوق كبير خارجي. نعم، ولدينا سوق كبير خارجي، بالإضافة إلى تنظيم العمل في السوق الداخلي. تنظيم العمل أيضاً من شأنه أنه يساهم في يعني يساهم في زيادة دخل
المكاتب الهندسية أو وهذا أو هذا موضوع مهم أو نعم ممكن يحكي عنه زميلنا أستاذة نادية. أنتقل إليك باشمهندس يزن. هناك نقاش، أنا لست خبيرا، حاولت أقرأ قديش أقدر عشان أفهم القطاع الهندسي وكيف يعمل، لكن سمعت من عديد المهندسين إشكاليتين كبيرتين. الإشكالية الأولى ما تعلق بأجور المهندسين والتي تصل أحيانا إلى 2000 شيكل وبعضهم إلى 1800 شيكل، وبقول لك أنا خليني أروح عامل أوفر لي، فبروح لقطاع التوزيع لقطاع الخدمات وما إلى ذلك. الجانب الثاني يقولون إنه المكاتب الهندسية تغولت على المهندس يعني المستقل الذي لا يتبع إلى مكتب، فضاع هذا المهندس ونما في قطاع العمل الهندسي ما يعرف بعمالقة السيطرة داخل هذا القطاع ما بين المهندس وما بين إدارة مكنة العمل. كيف يمكن أن توفقون ذلك لمصلحة المهندس؟ يعني بداية نظام العمل الاستشاري في فلسطين موجود من 94، فهو بحاجة لتطوير. هذا حكي يعني نتعب عليه كثير ونشغل عليه كثير ولكن لم ينجز. نسأل الله نأمل إنه هذا الفترة رح نعمل إنجاز موضوع الملف العمل الاستشاري، نطور هذا النظام، لازم نشغل عليه ونتطور. موضوع إحنا بصراحة سوقنا صغير، يعني إحنا عشان ما نظلم لا المكاتب الكبيرة ولا نظلم المهندسين، يعني سنويا بتخرج مئات المهندسين من جامعات فلسطينية بإضافة المهندسين اللي بيجوا من برا. المكاتب كبيرة عندها مهندسين برضو عدد كبيرة. العمل الاستشاري نظامه بيفتح مجال بعد 3-4 سنة تفتح مكتب هندسي. سوقنا قليل، سوقنا محدود، احنا بترخص من 4 مليون ل 6 مليون متر سنويا، العدد محدود، السوق محدود، ولكن الاعداد تتزايد، المهندسين بيزدادوا. هو انت بحاجه لرفع جوده العمل الهندسي. ممكن بنفكر قاعدين بامور لسه بدنا نحكي فيها مبكرا، ولكن بنفتح بنفكر بتطوير النظام بحيث يستوعب تخصصات جديده يكون في العمل الاستشاري، يعني بتخلق فرص عمل جديده من خلال رفع جوده العمل الهندسي واضافه، لانه نحكي عن نظام عمره 27 سنة، أكيد النظام بده تطوير وكل متفق أنه النظام بده تطوير، ولكن بده جهد كبير، بده شغل كبير، أكيد رح يلاقي فرص عمل للمهندسين الجداد، وكذلك يعني يكون برضو المكتب الهندسي، يعني نعرف المكاتب الهندسية يعني صح المكاتب الكبيرة، ولكن في منافسة شديدة وفي منافسة يعني كبيرة في السوق الفلسطيني. زي ما حكينا سوقنا صغير، فإحنا زي ما حكيت مهندس نادي موضوع بيع الخدمة، يعني هذا التوجه الاوتسورسنج الموجود حاليا في قطاع الاي تي وناجح بغض النظر انه معظمه رايح للكيان او لشركات خارجيه، ولكن ممكن احنا نفتح اسواق اوروبا امريكا اسواق الخليج لبيع الخدمه، لانه عندنا بضله الاجر الفلسطيني ارخص بكثير من اي مكان ثاني او مقارنه في الاجور في الخليج او في اوروبا وفي امريكا. والشيء الجيد انا احنا انتهت الانتخابات يوم الجمعه صباحا النتائج، طبعا الجمعه كانت اجازه الكل نايم تعبان، السبت احد بلشت توردنا الاتصالات والافكار من الخارج، مهندسينا الفلسطينيين في الخارج من اوروبا من كندا من الخليج، احنا عندنا افكار تطويريه، عندنا افكار لخلق اسواق جديده. المهندسين اللي عندهم عزوف عن النقابه، انا يمكن اكون يعني هاي بتشرف ان انا اول مهندس حاسوب راح اكون عضو مجلس نقابه في نقابه المهندسين، غالبا يغلب على نقابه المهندسين طابع مدني معماري، لان هاي النقابه غالبا تاخذ طابع المدني العماري العمل الاستشاري ممكن يكون كهرباء، ولكن مهندسي الحاسوب اول مره يمثلوا في مجلس النقابه. انا بحكم خبرتي ما يزيد عن 17 سنه في هذا المجال، يعني بلشنا فتحنا قنوات اتصال مع المهندسين العاملين في هذا المجال حتى قبل الانتخابات، فان شاء الله يعني بوعد الجميع المهندسين الزملاء انه راح يكون مهندسي الحاسوب لهم كلمتهم في هاي الدوره في يعني تطوير انظمه النقابه الكترونيا. وقضية أخرى اللي هي خلق فرص عمل، يعني مهندسين الحاسوب هم أكثر ناس بيشتغلوا موضوع الأوتسورسينج، الأوتسورسينج ليس محدودا على الكيان. يزن لو سألت سؤال مباشر، ما الذي يوجع المهندس في الأراضي الفلسطينية والنقابة قادرة على التعاطي معه؟ أكيد المهندس الجديد خلينا نحكي اللي بتخرج بده عمل، هذا أكثر شيء بيوجع المهندس، وهذا ممكن فيه سخط ونقم عن النقابة إنه النقابة شو عملت لي. إحنا إن شاء الله بهمة الشباب الموجودين معنا، يعني بدي أحكي عن نابلس تحديدا، الشباب اللي اخترناهم ناجحين جدا مهنيا، كلهم بلشوا مشاريعهم الخاصة من الصفر، مش شركات عائلية، فعارفين وين موجع المهندس، عارفين كيف بلش، عارفين كيف نساعد المهندس، عندنا الخبرات وعندنا الدورات، عندنا الناس اللي صار عنده خبرة 10 و15 سنة بيعرف يقدم خبرات بتبادل معلومات مع المهندسين الجدد، كيف وين حاجة السوق. انت في حلقة تخصصات بنحكي عنها في الحاسوب تخصصات جزئية في عليها صح في عليها طلب، ما في عليها مش موجود خبرات، هلا بحاجة انت تاخذ بيد المهندس. ممكن احنا كمان نفتح قنوات من صف من سنة خامسة مع الجامعات انه وين نوجه المهندسين ايش ركزوا. يعني بهذا التخصص من خلال خبرتك في السوق وهذا اللي لمسته، بقول لك انا درست 5 سنين هندسي، طلعت على سوق العمل لقيت الفجوة كبيرة، اخذت دورات بسعر البكالوريوس اللي انا اخذته في الجامعة. هل يمكن الحديث عن حالة من تحليل التخصصات الآن والضغط على الجامعات لتلبية
السوق ومتطلباته في هذه المرحلة. طبعاً هل هذا في تفكيركم في هذا؟ طبعاً بحاجة، لازم يكون في تواصل كثير مع الجامعات وتطوير المناهج، ولكن إحنا فلسفة الهندسة تقوم على تعليمك طريقة التفكير. ما بعطيك معلومة إنه والله تاريخ أو جغرافيا احفظها تنزل تشتغل فيها، أنا بعطيك كيف تفكر، بعلمك كيف تفكر. أنا بدي أحكي عن حالي، درست 5 سنين حاسوب، ممكن 5% 10% استفدت منه بسوق العمل، بعدها قد دورات تخصصية هي اللي مكنتني وطورتني في سوق العمل. هذا شيء طبيعي في علم الهندسة. إحنا الهندسة بتعلمك كيف تفكر، كيف تخلق أنت تطور حالك. لكن هل من المعقول، وهذا ما تدان به والأستاذة نادي عشان أكاديمية كمان، ما يقوله كثير من طلبة الهندسة بأنه يا عمي المشكلة كبيرة في مسألة المناهج التعليمية، لم تطور الجامعات مناهجها، لم تتعاطى مع الواقع، بعيدة كثيرا عن الواقع، مشان هيك بيطلع عنا المهندس لما يطلع على الواقع بيلاقي الأمور فيها فجوة كبيرة. هل تتفقين مع ذلك ولا الأمور لا عكس ذلك؟ وهل هناك أيضا حالة من بين قوسين الأخ الأخرى التي يمكن أن تكون حاضرة في ذهنك لمعالجة يمكن أن تكون خلال يعني دورتك في نقابة المهندسين؟ نعم، يعني أنا سأجيب، وأنا زي ما قلت أنا ممارسة في المجال المهني ومدرسة في الجامعة، وبالتالي الكلام مش دقيق، التقييم مش دقيق، مش دقيق أن الجامعة تدرس في واد وسوق العمل في واد، وذلك لأنه الجامعة تعطي الأسس والمبادئ والخلفية النظرية التي تمكن المهندس من الاستزادة خلال دراسته وفيما بعد لا 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 يعني لا يصبح مهني ناجح. وبالتالي هلا وهذا في كثير من الأحيان يعتمد على كمان خلينا نقول الأساتذة الذين يدرسون في الجامعة وليس على المنهج فقط. أنت عندك في منهج معين، ولكن هناك من يدرس من خبرته ومن تعرضه لمشاريع وقضايا هي أساسها نظري ويربطها بالواقع العملي، وهناك من لم يجرب هذا وكان نظري تماما. لذلك أنا يعني إذا بدي أقدم نصيحة للجامعات أن تضع الشخص المناسب في المكان المناسب، كل أستاذ يدرس تخصصه. إحنا عندنا الجامعات نتيجة الوضع الاقتصادي ونتيجة إنها يعني بغض النظر هي تدعي أو هو واقع أنه الميزانيات الجامعات لا تسمح بتعيين. فيها دوائر هندسة، فيها دوائر هندسة وخريجين فيها دوائر هندسة، ويزداد عدد الطلاب كثير ولكن عدد الأساتذة لا يزداد، وبالتالي كانت نسبة الأستاذ للطالب في الصفوف النظرية العملية كانت قبل مثلا 1 لـ15 صارت 1 لـ20 صارت 1 لـ22 وهلما جرى المحاضرات العامة 1 لـ50 اللي هو يعني انت عماله بيزيد عدد الطلبة ولا يزداد عدد الأساتذة، لأنه هذا الحكي بيزيد العبء المالي على الجامعة. إضافة لأن هذا الحكي شو بيؤدي؟ بيؤدي إنه الأستاذ بيصير زي الجوكر، أسف على التعبير، ولكن الأستاذ بيصير زي الجوكر. وين في عندك أنت فراغ بمادة بتحط الأستاذ؟ طب هذا مش تخصصه. طب لما الأستاذ بيدرس تخصصه يبدع، ولكن لما الأستاذ بيضل بيدرس تخصص ثاني كل هذا موضوع ثاني. لكن أنا بس ولكن أنا سأتيك، لكن نعم، ولكن لكن كمان نقطة كمان إنه الجامعات أصبحت تعتمد أيضا على المدرسين البارت تايم، هذه كلها بمجملها بتخلق لك كمان يعني بتأثر على مستوى الطالب المتخرج وبتأثر على تحصيل الطالب المتخرج مما يخلق الفجوة اللي أنت طيب ذكرتها. أنت بدك تدخلي بدقيقة، بدك تدخلي على النقابة، دخلت اليوم، أنا بعرف أنك جاي من النقابة لكن رح يصير تسلم خلال الأيام الجاي، مفتاح غرفة النقيب معاكي، رح تكتبي النوتات وإيش بدك تبلشي بدقيقة، ما هي العناوين بدك تبلشي فيها من حد ما تجلسي على كرسي النقيب؟ العناوين اللي راح أبلش فيها أول إشي الإطلالة على الواقع الإداري في النقابة من الداخل، يعني الإطلالة عليها ويعني دراسته من أجل إجراء يعني تطوير له فيما لو لزم. شغلة تانية الإطلاع على الملفات
التي باشرت بها المجلس السابق يعني أو اللجان السابقة، وبحاجة لاستكمال حتى يمكن أن نستكملها، ومن ثم نبدأ بطرح الملفات الجديدة اللي إحنا سنباشر فيها. يزن، هل أنت متفائل؟ بس بدي أرجع لنقطة نعم. المهندسين الشباب والجامعات نعم. بحب أكون منصف، يعني أنا درست في جامعة النجاح في 99-2004، صدقاً كانوا دكاترتنا يطوروا حالهم كل فصل، يعني الأمانة إحنا ما بدنا برضو نجلد حالنا ونجلد جامعاتنا وننسى الطلاب. أنا دهون أوجه رسالة للطلاب للخريجين، أنا دائماً بحكيها تميز تجد فرصة عمل، يتعبوا أنا تخرجت يعني في 2004 بعز دين الاجتياحات، كانت نابلس مغلقة، تخرجت 28/6/2007 كنت متوظف بفضل الله أولاً. هذا الحكي لأني كنت ماخذ دورات زي ما تفضلت حضرتك أخي علاء، أخذ دورات كنت عارف حالي وين رايح وين لازم أروح، فأنت بخبراتك بتميزك أنت بصير مطلوب. بعدها بسنة ونص انتقلت للعمل في شركة اتصالات فلسطينية بعد اعتذار ثلاث مرات لاتصالات فلسطينية، كان حلم أي شاب إنه يشتغل في اتصالات فلسطينية، أنا اعتذرت ثلاث مرات لاتصالات فلسطينية ما بدي أشتغل معكم، إنه آسف جاتني زيادة منيحة، رحت بعدها اتصالات بناء على طلبهم. أنت تميز رح تلاقي فرصة عمل. إحنا الجيل الجديد حالياً، انا عندي شركه خاصه، بدير شركه خاصه في مجال الاي تي، بنشوف الجيل الشباب الجداد ما بده يتعلم، بده يتعب على حاله، بده جيل لقمه لتمه. هذا الحكي مش صح، انت لازم تميز سنه رابعه بسنه خامسه، تعرف وين توجهك، تعرف سوق العمل، انت تعرف شو الدورات اللي ممكن تفتح لك ابواب جديده. اما تحكي والله انت متخرج زيك زي انت، نحكي 100 خريجين وعدد فرص العمل محدوده، بتخرج مثلا عندنا خلينا نحكي 100 مهندس مدني، بدي 10 فرص او 20 فرصه على سبيل المثال، مين بدي اخذ؟ انت لو مين بتختار؟ بتختار المتميز، بتختار عنده شيء يضيفه لك. بغض النظر انا اخذت دورات يعني تقنية متقدمة في دول أوروبية، اللي أعطنا دورات معاش توجيهي ومعاش بكالوريوس. يعني الناس تبحث عن التميز، إحنا الآن في عالم التميز. رسالة للمهندسين الشباب للخريجين الجامعات اللي بدرس في الجامعات، إنك تميز، اتعب على حالك، راح تلاقي إن الناس راح تطلبك. أما أنت تخرج زيك زي الخريجين، إيش أخذك أنا؟ إيش عشان قريبي ولا صديقي بأخذ واحد من بعدين؟ فأنت تميز راح تلاقي فرصة عمل. هذا حكي كمان مرة، أنا بحكي عن جامعة النجاح بحكم عملي فيها، في لجان استشارية حاليا لكل تخصص، بربطوا النقابات مع سوق، مع الناس من سوق العمل مع الأكاديميين. إحنا ما نظلم الناس، يعني في جهد منيح في هذا الموضوع، ولكن مطلوب من الطالب يتميز، مطلوب من الخريج إنه يتميز. كما سأل الباشمهندسة نادية، انتم ستدخلون ايضا؟ دخلنا بالامس، دخلتم وبدات احنا طبعا مش دخلنا، احنا يعني اتصال دائم مع النقابه، احنا حتى وان غبنا عن النقابه دخلتم المقصود بموقع، بموقع الجديد نعم، صحيح. النقابه هي بيتنا الثاني، احنا كنا نعم. برا النقابه خارج النقابه، احنا نخدم دائما نعم. في النقابه ممكن هذا ما هي بسبب. الملفات التي سترتبها على طاوله رئيس الفرع؟ انا اهم ملفين عندي، يعني بلشنا فيهم من الجمعه، موضوع على التواصل. انا عندي 4600 مهندس في فلسطين، في نابلس عفوا، انا مطلوب مني وعد، يعني قطعت وعد على نفسي وعلى اللجنه اللي معي، الشباب كلهم ما شاء الله نشيطين، ان 4600 مهندس نتواصل معهم بكل الطرق، يعني تلفونيا، بالواتساب، بالايميل، بدنا نتصل على جيرانه، بدنا نوصلهم 4600 مهندس. بقول لك في مهندسين توصلنا فعلا تعليقات مؤلمه، بقول لك انا 10 سنين متخرج ما هوش حدا حكى معي، الناس على راي المثل لاقيني ولا تغديني، مجرد اتصال مع المهندس تحكي معه تتواصل معه راح الاقيها كبيره. بقول لك خلال يومين الماضيات بلشت يجينا افكار ومقترحات من ناس كان عندهم عزوف كبير عن النقابه، هذا يعني بيرقى علينا مسؤوليه كبيره، انه الناس حطت ثقتها فينا الكبيره، هاي انك تجيب 7 مقاعد نصل 7، فالناس بدها عندها رغبه كبيره في التغيير. اول ملف زي ما حكيت لك التواصل مع المهندسين بشتى الوسائل والطرق، وراح نوصل لكل واحد ضمن استبيان معين ما هي وسيله التواصل المناسبه لك. في ناس بقول لك انا بدي SMS، ناس بقول لك بدي الايميل، ناس بقول لك واتساب، تليجرام، اي طريقه بدنا نوصل لك، بدك اتصال هاتفي مستعدين نتواصل معك. هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه مهندسين الشباب، احنا نحمل هم المهندسين الشباب. ما ذكرت انا سابقا باللقاء كيف الدورات، تبادل المعلومات، تبادل الخبرات، عندنا كفاءات موجوده بلجنه الفرع، وراح نستعين بكثير الناس من الخبراء اللي موجودين في سوق العمل، كيف نرفد المهندسين الجداد اللي كنت احكي للناس كيف تتميز. انت مخلص هندسه معماريه، ايش مطلوب حاليا في الهندسه المعماريه؟ انت متخرج مثلا هندسه ميكانيك، ايش في دورات في هندسه الميكانيك انت بتاخذها بتشتغل ثاني يوم؟ بس للاسف مهندسين ما بيتعب حاله. احنا دورنا بديش اجددهم كثير، برضه دورنا نرشدهم، تعال خذ هاي الدورات انت رح تلاقي فرصه عمل، رح تصير انت مدرب في، يعني دائما هذا موضوع التميز وين حاسس السوق بطريقه مهنيه تقنيه، رح نعمل هذا الحكي. واحنا في دوره 2015-2018 انا كنت عضو في لجنه فرع نابلس، عملنا برنامج سنوي اسمه دقيقه معك اسمه هندسه اختيار، بدي احكي جزئيه، كنا نعرف الناس بسوق العمل، يعني كيف سوق الهندسه وسوق العمل، راح نكثف هاي الدورات وهاي اللقاءات انه نعرف الناس بسوق العمل وحاجه العمل. اخر نص دقيقه بدي اوجه رساله ايجابيه، انا عشان الحاله الفلسطينيه، حاله الاحباط وحاله الناس اللي بتحكي على الانقسام وعلى القصص زي هيك، احنا بدي احكي على حاله ايجابيه صارت في نابلس وهي بتصير بشكل دوري في الانتخابات.
في انتخابات اللي تمت يوم الخميس كانت تسودها أجواء الألفة والمحبة والتواد بين الثلاث قوائم المختلفة. أنا دائما بحب أحكي بهاي القصة عشان الناس تعرف إنه إحنا بالآخر إخوة وزملاء بجمعنا المحبة والمودة. رح كان في الأكل الفطور مع بعض، الغداء جماعي، نتبادل العمل مع بعض، الدعاية الانتخابية نحملهم يحملونا للثلاث قوائم. كانت أجواء يعني تنافسية حلوة جميلة بعيد عن الشد والجذب الناس بتتصوره. يعني أول من هنأ المهندسة نادية بنجاحها كان دكتور سامي الحجاوي اللي بنوجه له التحية، هو أول من هنأها بمنصب نقيب اللي هو منافسها. أخونا علاء سيف هنأ منافسه، أنا بعد فرز 200 صوت إجا المنافس محمد شنار هنأني، بعدها بساعتين نزل المنافس الثاني مروان جمعة هنأنا على الفيسبوك. هاي أجواء جميلة جدا، أجواء لطيفة، مش زي الناس متصورين على الحالة الفلسطينية إن هدول متقاتلين متشنجين. لا يا عم، إحنا بنابلس تحديدا سمعت عن بعض التجاوزات في الخليل في طول كرم تحديدا صار في بعض التجاوز، ولكن في نابلس كانت الحالة جيدة جدا جميلة جدا ومثال يحتذى به صدقا. يعني ممكن في شفنا ترامب شو عمل في أمريكا لما خسر، إحنا الحمد لله كان في نابلس أجواء ود ومحبة وأخوة وزمالة. طبعا يوم الأربعاء إحنا أهل نابلس بنحب الكنافة، داعيين كل المهندسين في نابلس ندعي المهندسة نادية وتفضل حضرتك في كنافة راح يكون يوم الأربعاء تحلاي لكل مهندسين في نابلس. هذا أجواء حلوة جميلة في نابلس. أولا نبارك لك وللمهندسين جميعا، لك أيضا والمهندسين جميعا باقي أعضاء النقابة على هذه النتائج. شكرا لكم مشاهدين الكرام، لكن تظل الكلمة للخاتمة. فلسطينيا نبحث دائما عن الأمل، ويقولون في الأمل حكايات كثيرة، لكن من أهم ما يقال في الأمل بأن الأمل هو عطاء ذاتي تقدم بين الناس فتصنع من أجله محبة، تجعل العيش ممكنا وتجعل الحياة ممكنة، تجعل في الدنيا بعضا من أمنيات تتحقق بين يدي الناس. في القطاعات العامة في الأراضي الفلسطينية ككل نعشق الحرية كتامة على الأمل، ونعشق أيضا أن نعيش الحياة الطيبة الكريمة التي تتوفر للناس، ونعشق أيضا محبة غالبة بين الفرقاء في الساحة الفلسطينية. تعالوا نتعلم من درس المهندسين اليوم بأن فلسطين يمكن أن تكون متحدة، غلب أحدهم أو خسر الآخر لكن حافظ على المركز والمنصب الملوكي، وهو فلسطيني من القدس، فلسطيني من فلسطين، فلسطيني من القرية والمدينة والمخيم، من العودة من الأراضي المحتلة. الواقع الفلسطيني يحتاج كثيرا من العمل. المهندس يصنع لنا لوحة إبداعية، وعلينا نحن أيضا أن نسير في رسم النتائج على الأرض. إلى لقاء.